عليكم. يبغى ندير لكم واحد الكروستاتا كتجي رائعه رائعه، هذه كتجي زوينه بزاف مع هاد رمضان، ما كناكلش الحلاوه بزاف، كناكل غير المالح، وقلت علاش لي ما نديرش كروستاتا حلوه وليها صغيره باش دغيا تسال، لان ما درناش شي حاجه كبيره وكتبخى ما كتساليش وكتخسر في هاد رمضان، وهكا الشيء علاش كنعجز انا ندير داك الشيء الحلو. في هذا اليوم شهيت الحلاوه قلت علاش لي ما غادي نوض، وكاين عندي الحامض بزاف زوين طبيعي ها هو، وقلت علاش لي ما نديرهاش بالحامض، كتجي النكهه ديالو زوينه. المهم اول شيء كندير كنحك هاد القشور ديال الحامض، كندير جوج حامضات، ناخذ القشور والعصير ديالهم باش غادي نخدم. هنا من بعد ما حكيت كلشي هاد الحامضات، دابا غادي نعصرهم باش نحيد لهم هذاك الماء ديالهم حتى هو العصير باش غادي نخدم به. فيهم الماء تبارك الله عامر هاد الحامض ديال الجريده، حيدناهم باقيين شي وحدين، ولكن هاد الاغلبيه حيدناهم اللي بانوا كبار، حيدهم جاكم وجابهم دخلهم. هنا من بعد ما عصرت هاد الحامض ها هو كيف ما كتشوفوا معايا، غادي نوضعو هنا مع هاد القشور هما الاولانيين، غادي نضيف عليهم السنيده ولا السكر الاسمر اللي كنستعمل انايا، غاديش نكمل الكاس، غادي نفوت غير النص ديالو هكا، كنبغيش الحلاوه بزاف، وغادي ندير فيها الكونفيتير من الداخل ديالها يعني غتجي حلوه. غادي نخلط هاد المكونات هكا مزيان، وغادي نضيف عليهم الزيت، تشوفوا معايا هكا هاد الكاس بحال ديال العنبه، غتفوتوه النص، هانتوما القياس ديالو غتفوتوه النص بالنسبه لهاد القوام ديال هاد المول اللي عندي انايا ديال 24 سنتيم، اللي غادي نغطيها من الفوق والتحت، الا كنتو بغيتي ديروها من التحت ديروها النص ديال الكميه تقريبا هكا. كنحرك هاد المكونات مزيان هكا حتى يذوب معايا هاد السكر، وغادي نبدا نضيف الدقيق والخماره. قبل ما نضيف الدقيق غندير واحد القريصه ديال الملح غير شويه هكا، وغادي نضيف واحد الخماره ديال 7 غرام، والدقيق غنبدا نضيف شويه شويه يعني الكافي، انا عندي هنا رابعه اللي ممجده، ولكن غنشوف القياس الكافي اللي غيجمع ليا هاد السائل هذا. غادي ندير دابا الخماره اللي غادي نضيف واحد المعلقه كبيره ولا وحده ديال 7 غرام اللي بغيتو نتوما هكا عامره مزيان، وغادي نبدا نضيف دابا الطحين ديالي، وانا كنضيف وانا كنحرك حتى تنعجن مزيان هاد الخليط هذا هكا، نبدا نخلط ونخوي حتى تيصبح عندي واحد العجين قاصح شاد في راسو مزيان. انا راه درت 250 ديال الطحين هانتوما، ولكن مكملش ما شداش معايا راسها، يعني غادي نزيد غادي نضيف ليها مازال تقريبا 300 اللي غادي تهز، زدت دابا غير شويه صافي، دابا غادي نجمعها مزيان بيديا، اوكي هاي جمعات دابا شفتو تتصبح هكا، دابا غادي نجمعها بيديا مزيان وغادي نتلاقى معكم. العجين ديالي كيصبح بهذا الشكل ها هو، كيصبح بحال العجين المرمل هكا، دابا غادي نخليها ترتاح مزيان باش تشد في راسها، وغادي نعمر دابا غادي نوجد دابا الحشو ديالها داك باش غادي نعمرها، غادي نوجدو معكم دابا ونخليها هي ترتاح. هنا غادي ناخذ واحد بالنسبه للحشو 250 غرام ديال الماسكربوني، وغادي ناخذ معاهم واحد جوج بيضات، غنوضع معاها جوج ديال البيضات هكا، وغادي نوضع معاها واحد معلقه كبيره ولا جوج ديال سميتو ديال الريكوطا ديال الجبن هكا، تقريبا شي 100 غرام ديال الجبن هكا، الجبن كيصايبها كتجي بنينه بزاف مع الجبن، وغادي نضيف ليها واحد جوج معالق ديال السكر اولا الكاسونات هكا صافي، وغادي نخلط كلشي هاد المكونات مزيان، غادي نطربهم غير بشويه هكا.
يا ليها. ومن بعد ما طربته مزيان كيصبح بهذا الشكل هذا، هذه الكريمه هذه هكا. غادي نبسط دابا العجين، الورق الزبده، وغادي نوضع فوقه هذا العجين هذا هكا. وغادي نحاول نبسطه دابا هذا العجين على الشكل ديال المول ديالي. المول هو هذا، هذا غداك الزيت اللي كان في هذاك الكاس، غادي نحاول ندوزو عليه هكا، ندهنو مزيان هذا المول باش ندير فيه هاد الطورطة هادي. هنا من بعد ما بسطتها هانتوما هكا، دابا كناخد المول، هاد المول هذا اللي غادي نوضعها فيه، وكنحاول نهزها من هنا وغادي نوضعها في المول. هنا من بعد ما رتبتها كلها في المول ديالي، هانتوما كيف ما كتشوفوا راه هي ما ساهلاش، راه كتفرتت، متقولوش شي حاجه، راه ما لحقاتش وركبات ليا دغيا. راه هي لقيتها كاع ملي بغيت نقلب الكاغط كلها تزلعت ليا، معليش وقفت الفيديو، ولكن راه غتحاولوا ترتبوها بايديكم، تقدوها مزيان الا بغيتوها ما تزلعش ليكم، ولا هكا، ولا المبتدئات اللي كيخافوا من العجينه ولا شي حاجه يديروها بالفورس. انا راه درتها بالفينو، وداك الفينو اللي حرشنيت راه قريب السميده، هاد المره درتو حرش بزاف، هو اللي درت هاد المره. واللي بغات شي حاجه صحيه ديرها بهذه الطريقه اللي درت انا، ماشي مشكل، واخا تفرتت لي غتحاولوا تجمعوها. ها هي جمعتها دابا، ما بقات لا مزلعه لا حتى شي حاجه، صافي. ودابا غادي نوضع فيها هاد الخليط هذا اللي درت هكا، نحطه في الوسط ديالها. غادي نجيب شي حاجه باش نحط، نجيب شي باله هي هكا. ودابا هنايا فيها الداخل بهذا الشكل هذا، وغادي ندير ليه دابا الكونفيتير. الكونفيتير اللي غادي، داكشي علاش مكثر السكر هنايا، نتوما ما تكثروش حتى نتوما السكر، لان السكر ما خاصوش يكون بزاف، يعني جا طحينه تراما عامرين سكر حلوين. المهم انا راه درت بزاف اللي درت انا بالنسبه ليا، انا مولي فاش كنديرو بزاف راه كثرت اليوم، صافي. غادي نشد واحد الكونفيتير اللي كاين عندي، هاد القرعه محلوله هكا، وغادي نبدا نوضع فيه بهذا الشكل هذا هكا. اي كونفيتير عندكم نتوما اللي بغيتو، اللي ما بغاتوش بلاش، اللي بغيتو. هي كتجيب الكونفيتير كتجي بنينه، حتى نبرك عليه باش يهبط، ما نخليش هنا الفوق باش ملي كيسخن كيدوب فيها لداخل، كيتزلع مع هذاك الجبن هكا. بعد ما غطي عمرتها كلها بهذيك الريكوتا والكونفيتير، هادشي اللي بقى ليا ديال العجين، غادي ندير ليه هكا بهذا الشكل هذا، كنحكوه هنايا صافي. وغادي ندخل هذا دابا للفران، الفران راه هو مشعل تيسخن، غادي نخليه على درجه حراره 180، خاصها طيب مزيان على راحتها، ما نجهدوش عليها الفران، طيب على راحتها، طيب شويه عليها وتتحمر في نفس الوقت، يعني ما تحرقش وتجي محمره وزوينه في الكولور ديالها. ونتلاقى معكم من بعد ما نخرجها من الفران ان شاء الله. دابا غادي نمر باش غندير البطبوط. عندي هنا واحد شويه ديال المدافي، عندي هنا الفينو، وعندي هنا الطحين اللي بالنخاله ديالو، وعندي هنا كنت درت واحد اللعيبه، كنت غرست هذيك القلوشه ديال ديك اللي كنغرس فيها برا في الربيع. دابا نخلي لكم الرابط ديالها حتى هي باش تدخلوا ليها، كتعطي واحد الديكور زوين ديال الطين. وبقى ليا منها هاد زريعه الكتان او سيميديلينو اللي بقاو ليا دايرين معلكين هكا فاسقين، ما يمكنش ندير بهم حتى حاجه، ما دايره لا شوربه لا والو. اليوم بغيت نديرهم في هذا البطبوط هذا. غادي ناخذ الخميره، غندير واحد المعلقه ديال الخميره هي الاولى، غنديرها هنا في هذا الماء، وغادي نخليها واحد شويه حتى تطهر. وعندي الملح، ما تجعلت هذيك مجلله، كندير الخميره هي الاولى هكا ترطب شويه، وغادي نضيف ليها هاد الطحين، الطحينات بجوج هذا مع هذا ديال الفينو وديال الكامل. وغادي ندير هاد
هاد الحبوب ديال زرعة الكتان كيف ما قلت لكم. هكا نضع كل شيء هنا وكنخلط، كنخلط كل شيء مزيان. غادي نضيف الماء الى خاصني الماء، غادي نضيف الماء، كنجمع هاد العجين حتى تيصبح عندي واحد العجين متماسك. نضيف دابا مليحه اوكي صافي، وغادي نجمعها دابا مزيان. غادي نديرها في العجانه، غادي نعجنها حتى تصبح عندي واحد العجينه متماسكه، وغادي نتلاقى معكم ان شاء الله. شفتوا العجين ديالي من بعد ما جمعته كيصبح هكا عجين متماسك شاد راسو. وغادي ندير دابا في الثيرموميكس ولا في العجانه اللي عندكم، ولا عجنوها غير بايدكم انا باش تدلك ليا مزيان. غادي نديرها هنا وغادي نعجنها مزيان، غادي ندلكها واحد جوج ديال الدقائق غنخليها تعجن هنا. دابا غادي نشوفوا العجين ديالنا راهي خمارت، ها هي شفتوها كتصبح بهذا الشكل هذا. دابا غادي ندير ليها واحد شويه ديال الفينو هنا، نرش هنا سطح العمل، وغادي نوضع العجين ديالي هنا كما كتشوفوا معايا بهذه الطريقه هذه باش غادي نبسطو هنايا العجين ديالي بهذا الشكل هذا كما كتشوفوا. كنعاون دائما بالفينو هكا وكنطلقو، غادي نطلقو مزيان هذا ونبسط العجين باش غادي نشكلو. العملية تتسهل عليا الخدمة بلا ما نبقى ندير كويرات ونلولب ونحط، هاد العملية كتسهل اوكي. ما غاديش نبسطهم بزاف بزاف لان غادي نزيد نبسطهم شويه، غنبسط غير هكا. غادي نوجد هنا واحد المنديل فين غادي نبدا نحط بهذا الشكل هذا هكا، وكنجبد واحد السيركل باش غادي ندير الفورمه ديالي، وغادي ندير هكا كنبدا نقطع هكا دوائر بالطريقه هذه. تستمر بنفس العمليه حتى نكمل حتى هاد العجين الاخر كله. راهم كيبانوا لكم غلاط شويه ولكن دابا غادي نبسطهم، غادي نبسطهم شويه هكا لان ملي كنحيد السيركل كيزيدوا يديروا كيزيدوا يتزيروا. كندير دابا هكا وتنستمر بنفس العمليه حتى تنقرصهم كلهم نقادهم باش يلقاقوا لانهم غلاضين بزاف سينو غيجوني غلاضين. دونك تندير لهم هكا باش يجيو رقاقين. من بعد ما كملت هاد الطيبات الصغيورين ها هما هاد العجين بارك عليا ما بغيتش نكمل دابا بيه، ما غاديش نديرهم بالطيبات، غادي نقرصها هكا، غادي نخليها خبيزه ديال الدار ديال الفران، غنقرصها في واحد الطاوه غادي ندخلها هكا الفران ونطيبها خبزه عاديه. بعد ما قرصتها لي كيف ما قلت لكم والاخرين راهو ما غطيتهم ليها، غادي نخليهم حتى يخمروا الفران. خرجت منه هاد الكيكه ها هي شفتوها او هاد التورته ها هي كما كتشوفوا معايا مزاله سخونه ما نقدرش نقيسها شفتوها، غادي حتى تبرد تماما عاد غادي نقطعها معكم ان شاء الله. المهم هي خرجتها هي هادي البطبوط ديالي من بعد ما خمر. دابا غادي درت هاد المقله من قبيله وهي كتسخن، غنهضر لكم بالمناسبه على هاد المقله. هاد المقله هي اللي كندير فيها البطبوط اللي راه حطيت لكم الرابط ديالها اللي بغاوها الاخوات اللي بغاو يشريوها، وهادو اليدين ديالها. واحد الاخت قالت لي علاش انت ديك اللي حطيتي لينا في الرابط ما عندهاش اليدين اورانج وحنا حطيتي لينا هادو، غير ما كنحيدهم انايا، انا كنحيدهم هما هنايا كيركبوا اليدين ديالها وانا كنحيدهم ما كنبغيهمش وصافي. هي هادي صافي راه هي منسه من الداخل ديالها ما مشرطاش، حيت كاينين هادوك اللي مشرطين هكا صافي. والطيبيطات ديالي دابا غادي نخلي لكم الرابط ديالها حتى هي في صندوق الوصف. غادي نبدا نحط هاد الطيبيطات بهذا الشكل هذا هكا
نتسناهم بشويه حتى يطيبوا، دير معاهم الخاطر حتى يطيبوا. من بعد ما وجدوا هانتوما كنحيدهم تنفخوا، ما نقدر نحلهم. غادي ندير هاد الاخرين اللي بقاو ليا. ريزيطات هانتوما كيف ما كتشوفوا بعد تنفخوا، كيتنفخوا هكا باش كيساعدوا انهم يتحلوا من الداخل ديالهم. صافي دابا غادي نطفي عليهم النار. غادي نمروا دابا للحشو ديالهم لان ما بقاش الوقت. بعد ما كملت هاد الطيبيطات ديالي كيف ما كتشوفوا ها هما. دابا بالنسبه للحشو انا داكشي اللي متوفر عندي غادي نديرو. عندي هنا حشو ديال الطون، عندي الزيتون، عندي الفرماج غورغونزولا، عندي هاد الصلصه اللي درت البارح عفوا، صلصه خضراء ديال زرجير. عندي هنا لاسكامورتسا فوميكاتا، عندي مطيشه والخيار لي طوماط سوغيز، وعندي هنا هاد الوريقات ديال الخص اللي غسلتهم ونشفتهم هنايا، وعندي زيت الزيتون. وغادي نبداو على بركه الله. اول شيء كندير هو تنشد هاد الخبيزات. غادي ندير معكم واحد الوحيده نوريكم كيفاش. هانتوما راه كنحلها هكا واحد الشويه، راه هي مفتوحه هكا كيف ما كتشوفوا، شويه مفتوح نفتحو. هانتوما شفتوا كيفاش جات هكا. وتنوضع فيها هاد الجبن هذا هكا، كنوضعو هنا في هاد الجهة، وكنوضع هنا في الجهة الأخرى هاد صلصة فيردي هكا. كتجي رائعة هادي، كتجي بنينة بزاف، كتبنن كلشي هكا. وغادي ندير لي طوماط سوغيز مع الخيار، ندير ليهم واحد شوية ديال المليحة وشوية ديال الزيت. تنوضعهم هكا، تندير واحد الوريقة ديال الخص حتى هي بهذا الشكل هذا، وتندير الخيار زويتينات هكا، واحد شويه ديال الطون بهذا الشكل هذا. صافي ها هي، وكنسد عليهم. كتصبح عندي بهذا الشكل هذا. نجيب دابا واحد الطبق ديال التقديم اللي غادي نوضع فيه. كنقطع هاد لاسكاموبسا تاع هي، كنت غنساها ما درتهاش في الاولى، معليش غادي نقطعها باش ما ننساهاش باش نستعملها تاي. هذا الفرماج مدخن زوين هذا بزاف، كيعجبني كيكون بنين. باش غادي نعاود معكم واحد وحده اخرى عاوتاني. التمره كنقيسها وكتحل لان ديجا منفوخ في المقله ما عندوش مشكل. صافي كندير نفس العمليه هكا، ندير الجبن بهذا الشكل هذا، وندير عاود هاد الصلصه فيردي. هادي راه خطيره البنات، راه كتجي واعره زوينه بزاف وبنينه. غادي ندير هاد الجبن هذا، ندير منه جوج طريفات هكا، وندير الخيار، طماطم والسلطه. السلطه هكا صافي، وكنسد عليها. هانتوما وكيجيو بانينو واعر هائل. زويتينات بغيتي نكمل، ما درتش زويتينات. واحد شويه ديال الطون، هاك شفتو. وكنستمر بنفس العمليه حتى تنكمل كلشي هاد البانينويات اللي عندي، وتلاقى معكم من بعد ان شاء الله. البيطات ديالي من بعد ما عمرتهم ها هما كيف ما كتشوفوا، هما هادو جاو رائعين.
وفوق هاد الشي كاع كلهم صحيين انتيغرالي. وهاد الطورطه اللي درتها هي ها هي تا هي وجدات، غادي نبقى ليا الا غادي نوضعها في هاد الطبق ديال التقديم. نشوفها اوكي، نحيدها ندير اي شيء وغادي نوضعها هادي هنايا. ها هي شفتوا كيفاش كتجي هنايا، كتجي هائله تا هي، كتجي زوينه. وفوق هاد الشيء كتجي شيشه بزاف، وانا غادي نقطعها معكم باش غادي تشوفوها معايا. كما قلت لكم غادي نقطعها معكم نتوما باش تشوفوها كيفاش كتجي. ندير واحد الطرف كبير هكا، مازال ملي كتبرد راه كتجي احسن، كتجي في سهله في التقطاع ديالها. يعني هي باقا شويه مبارداش تماما، المهم راه هي بارده ولكن ماشي ديك بروده. هانتوما شفتو كيفاش كتجي، هاهي مازال سخونه خارج منها الدخان. كنوضعها هنايا هكا، هنا هاد الوريقات ديال الحبق غادي نديرهم هنايا، كيجيو زوينين تا هما من السمين هكا. هذه هي الكيكه، وهادو هذا الخبز ديال الدار، هذه الخبيزه اللي شاطت ليا درت هاد الخبيزه هذه ها هي، وهادو البيضات اللي شاطو من هادو خليتهم حتى هما هنا. كنشوف واش غادي نرقدهم ولا اش غادي ندير ليهم من بعد. هنا غادي ندير واحد العصير ديال الحامض كيجي زوين بزاف، اللي غادي نرافق به هذيك الكيكه اللي درت هي ديال الحامض. وبالحامض والفريز درت هنا واحد جوج حامضات، وغادي ندير معاهم واحد لتر ديال الماء وواحد معلقه كبيره ديال الكاسوناد او السكر الاسمر. وغادي نطحن كلشي، هادشي غادي نطحنو مزيان هانتوما كيف ما كتشوفوا معايا دابا. من بعد ما طحنتو كيصبح هكا، عندنا واحد الجو برا الرعد والشتا يا ربي السلامه. دابا غادي نضيف عليه الفريز، هو عندي هنايا عندي واحد الرابعه ديال الفريز اللي غادي نضيف ليهم. كونجلي هذا باش كندير ليه كلاص، هاد الفريز هذا غادي نضيفها ليهم. وغادي نطحن دابا كلشي، غادي نوجد دابا فاش غادي نصفيه. لا هو من بعد ما تطحن كيصبح بهذا الشكل هذا، ها هو غادي نصفيه دابا هنايا. شفتوا كيفاش كينزل، راه كيجي رائع هاد العصير البنات. نتمنى تجربوه وما تعكزوش عليه، لان كيجي فعلا رائع بالفريز مع الحامض والماء، كيجي فعلا رائع، كيجي بنين بزاف وداك المذاق ديالو كيجي زوين. وانا قلت نرافقوا مع هاد الكيكه هادي، ونتمنى ينال الاعجاب ديالكم وتجربوه نتوما في البيوت ديالكم. تشجيعاتكم للقناه كلشي نمينا بجام باش يوصلكم دائما الجديد. وشكر شكر خاص للاصدقاء والاخوان والاخوات اللي عاد التحقوا بالقناه ديالي، شكر خاص. تبروري تبروري يا الله، شوفوا التبروري في داية الارض. شفتوا ما عندكم هذا الجو ولا غا حنا؟ يا ربي السلامة، هرس ليا كاع الربيعات. شفتوا التبروري كي داير؟ والجو برد الرعدة. وهنا هذا هو الشكل النهائي ديال هاد الاطباق اللي وجدت هاد النهار معكم، الكيكه راه هي اللي بالحامض، والعصير اللي بالفريز مع الحامض، وهذوك البطيبطات. ونتمنى يكون الاعجاب ديالكم هاد النهار هذا، وتشجعتكم القناه كلشي نمينا بجام. والى فيديو قادم ان شاء الله، مع السلامه.